أهلا بكم من جديد. استحوذت شركة ستوري تيل السويدية التي تعد من أكبر منصات الكتب الصوتية والإلكترونية في العالم على شركة كتاب صوتي المختصة في مجال الكتب الصوتية العربية، وبذلك تصبح ستوري تيل أريبيا أكبر وأغنى مكتبة صوتية عربية في العالم، وتتطلع بقدراتها التقنية وخبراتها في الأسواق العالمية لتطوير نشاطاتها في الأسواق العربية بشكل أكبر وللاستفادة من الإمكانات الثقافية الواسعة. نرحب معنا للحديث عن هذا الموضوع من لندن بالبروفيسور محمد عبد الحليم، وهو رئيس مركز الدراسات الشرقية والإسلامية في جامعة لندن. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد عبد الحليم. إذن نتحدث أهلا. اليوم أهلا وسهلا نتحدث اليوم عن أكبر منصة رقمية عربية متوفرة حول العالم. ما الذي نعرفه عن المحتوى الرقمي العربي؟ تقصد الكتاب الصوتي؟ نعم هذا طبعا تطور جميل جدا، لان يعني وجود في اللغات الاخرى، اللغه الانجليزيه طبعا فيه كيندل ويسجلون الكتب، وقد سجلوا بها حديثا ترجمتي لمعاني القران الكريم بالانجليزيه واقل الناس المحصيب يعني. فبالنسبه للعربيه انا مسرور، انا سعيد الان ان هذا يعني العمل، هذا الانتفاع بتسجيل الكتب انتقل إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأن ثقافتنا ثقافة شفوية صوتية، أكثر الناس المتعلمين يتكلمون ويسمعون لكن لا يقرؤون. فوجود الكتب وخصوصا الكتب الممتازة زين طيب على أن تكون اللغة طبعا سيد محمد، إذا كان في هناك اليوم فرص عديدة متوفرة أمام المستهلكين العرب لجهة المنتجات الرقمية المتوفرة وأيضا سهولة وأساليب الدفع. ماذا بالنسبة للناشرين والمؤلفين؟ كيف نقيس اهتمامهم وثقتهم بهذه المنتجات وبهذه المنصات؟ أنا يهم أنتم طبعا أعلم كيف تقيسوا الاهتمام، يعني أنتم شركة أخبار ولا بد أنكم تعلمون كيف نقيس الاهتمام. يعني من المفيد أن نوجه الشركة إلى تسجل كتب جيدة، هذا هو المطلوب. كما قلت الناس يسمعون ولا يقرؤون، فليسمعوا كتبا ممتازة جيدة. كان في الماضي كان فيه فاروق شوشة الله يرحمه كان يسجل برنامج اسمه لغتنا الجميلة في أداء صوتي رائع، فهذا ما نتمناه في الكتب العربية. يعني استهلاك المحتوى المسموع سيد محمد يشهد إقبالا متزايدا في الدول العربية. برأيك ما هي مكوناته في المستقبل؟ أين يمكن أن يستفيد؟ أين يمكن التعويل عليه أكثر من الناحية الثقافية والتجارية؟ هو طبعا الان اكثر الناس الان عندها الموبايل والجوال والتابلت وما الى ذلك، فبالتاكيد سيزيد الانتفاع بهذا، لا شك عندي في هذا، وقد مسرور في الوقت انهم اتجهوا اليه. مهم يكون ما يسجل عقلا ممتازا جيدا ويكون الاداء جميل جذاب، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي سيجذب الناس، سيجذب الناس. ذكرنا بفوائد الاستماع إلى الكتاب وأهمية الصوت خاصة من النواحي النفسية كالتخلص من الضغط على سبيل المثال. طبعا الصوت مهم كما خصوصا في لغتنا العربية، أن ثقافتنا كما قلت ثقافة شفوية لا تقرأ وقليلا ما تكتب، إنما يهتم بالاستماع، فهذا هو ما يؤديه هذا التجديد أو التطور الجديد، ولا شك عندي أنه سيكون مفيدا للغة العربية. أكثر الناس سيستمعوا يعني لغتهم نفسها تتحسن، وبالإضافة طبعا إلى الاستفادة من العمل الفني الجيد كقصة ممتازة أو غير ذلك، يستفيد منها الناس في حياتهم ويستفيدوا في يعني تحسين لغته أيضا بالتأكيد. الكتاب الصوتي يوفر فرصة أساسية للاستثمار
الوقت بشكل ذكي وأيضا بالاطلاع على كافة نواحي المعرفة، ولكن هل تنصح باعتماده كمرجعية وحيدة للاطلاع أم أنه من الضروري الحفاظ على الكتاب الكلاسيكي؟ لا، هو لا يستطيع احد ان يقول ان احنا نريد ان هذه تكون يعني مساله وحيده، الدفاع يقتصر على ذلك، لن يحصل. كما هي مفيده، اضافه جميله مفيده ومفيده، خصوصا في لغتنا العربيه، لان ايه، الكتب مكتوبه باللغه الفصيحه، فهذا سيجعل الناس يستمعون اكثر للغه الفصيحه، تتحسن لغتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة من لندن، البروفيسور محمد عبد الحليم، رئيس مركز الدراسات الشرقية والإسلامية في جامعة لندن.